صلاه والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اشكر الاخ السي مختار مسؤول تاع المجاهدين المعقوبين الكبار، شكرا على الزياره الميمونه والوفد المرافق له، يعني فاجاتونا في هذه الصفحه، فاجاتونا مفاجاه طيبه مكرمه. وهكذا هذا الانسان اللي هو السي مختار اول واحد على مستوى الولايه اللي يزور المجاهدين من مكان الى مكان، وله الشرف الكبير، ان شاء الله الشرف الكبير على هذه الزياره الميمونه. اما فيما يخص الدور الضعيف، انا تجندت في الاول 56 مع الاخ سي بوسيف رحمه الله في الناحيه او القسم الثالث، وهذا الاخ سي بوسيف التوفيق رحمه الله هو من مواليد قسنطينه. وانا تجندت في ومن بعد وليت من ناحيه الثالثه، ذهبنا الى الناحيه الثانيه مع سي مرباح والاخ شنوف عبد القادر، والاخ بركات من مواليد يعني البيض. كان هذا المجاهد العظيم كان من الاعيان، يعني كان في المركز في حجر طيب، ومن ثم خرجوا هما مجاهدين، حوالي 5 مجاهدين خرجوا التحقوا بالثوره، وكان هو المدرب نتاعنا في الناحيه الثانيه، ويعني وله الشرف ودربنا احسن تدريب وقمنا بالواجب نتاعنا، وقمنا في عدة منها المعركة اللي أنا شاركت فيها، معركة نتاع صوابر 1957 29 أوت، معركة يعني عظيمة، معركة عظيمة، وإحنا يعني كنا نجيبوا الأسلحة من الحدود المغربية الجزائرية مرورا بين درومان وبن ورسوس، ويعني وقمنا بهذه الأسلحة، خزناها في واحد المكان في بن ورسوس، المكان يسمى صوابة، ومن بعد العدو الفرنسي يعني تنبأ بنا بأن كنا في هذا المكان مخبئين، جاو وطوقونا وحنا كانت عندنا مخبأ يعني جديدة عادة تكون من ثلاثة غرف واحدة يعني واحدة في واحدة، وحنا كنا 11 مجاهد متسلحين بأسلحة خفيفة نظرا للتيس، وحنا كنا تاع اتصال بأسلحة رشاشات من بنادق 303 من صنعاء إنجليزي ورشاشة طبعا على كل الوجه. خيطة على كل هذه المعركة فات يعني فات علينا شوية حامية ومازال الشهود منهم الرادار اللي يسموه الرادار رمضان محمد رفير رفير الرمشي اللي شرع لي كذلك مجموعة